يعني يا ترى ايه الاسباب التي جعلت هذه الدول لطوال سنين عاجزه عن التطبيق وتحقيق هذا الامر ما دامت الموارد موجوده كما تحدثت حضرتك؟ هل لم يكن لدينا القاده على المستوى الكافي من القوه والتصميم ان يجتمعوا وان يتفقوا على شيء، ام بسبب حروب او انهكت اقتصاديا او بعض المشكلات الاخرى؟ طبعا هي عده اسباب من سبب واحد، انما اساسها الاراده السياسيه. نعم. الإرادة السياسية هي إرادة التطبيق. من مزايا الرئيس السيسي أنه ما يؤمن به يطبقه فعلا، مش يريد أن يطبقه أو ينوي أن يطبقه، لا يطبقه فعلا، يحسم الأمر ويطبقه، لابد أن يتم التطبيق. نعم. فطبعا هناك النهاردة حتى هذه الاتفاقية الآن لكي تطبق لابد من لجان، لجان تحدد المواد الخام، لجان تحدد القدرات الصناعية، لجان تحدد الأفراد القادرين، لجان تحدد التصنيع إلى آخره. هذه اللجان يكون هدفها التطبيق وليس البحث فقط، وليس وضع تصورات فقط، لابد أن يدخل إلى حيز التنفيذ. حيز التنفيذ هو المشكلة في كل البلاد الأفريقية، حيز التنفيذ، البدء في التطبيق حتى مع الخطأ، يعني يبدأ التطبيق مع الخطأ ويتم التحسين خطوة بخطوة. يبدأ التطبيق بربع تصنيع ثم يذهب إلى تلت تصنيع ثم إلى نصف تصنيع وهكذا. إنما عندما نقف نقول لا نستطيع أن نصنع، سنقف ولن يبدأ التصنيع. يا حضرتك ترى أن اليوم لدى هذه الدول الإرادة الكافية والعزم وقد تعلمت الدرس من السنين الماضية التي يبقى فيها أن تكون هناك لجان لتحدد ما أقوله. ما هي المواد الخام؟ ما هو نوع التجارة؟ ما هو المواد القابلة للتصنيع؟ ما هي القدرات لدى الدول الأفريقية؟ ما أين الفنيين؟ أين التكنولوجيا؟ من أين نستوردها؟ كيف نطبقها؟ كل هذا أمر لابد من تطبيقه ويوضع له جدول زمني. موضوع الجدول الزمني ده موضوع مهم جدا جدا، يعني لابد من توقيتات معينة لكي يتم تطبيق فيها، تطبيق كل ما يراد تطبيقه.